تعرفنا بنفسك. أنا اسمي طارق، الحمد لله مدمن المنفعات اللي بصراحة يعني النصيحة اللي أقدر أقولها لأي شاب إن هو ما يجربش التجربة الأولانية، لأن زي ما كان الدكتور عطية بيتكلم في ناس بتجرب تبني، في ناس بتجرب ما بتبنيش، فعلى الأقل النصيحة إنه ما يجربش التجربة الأولانية. طب يعني التجربة بتاعتك ازاي استأنفت حياتك بعد الإدمان؟ حياتي كانت تعتبر وحشة مقفولة تماما، منحسرة بس بالحصول على الجرعة اللي أنا عايزها بأي طريقة بحصل عليها. حياتي كلها كانت منحسرة بس الصبح بروح التدريس وكان محتاج يقوم وأجي أروح أقابله وآكل، وبعد ما باكل برجع أخش في الدايرة تاني فلوس دي كانت حياتي كلها، فما تعتبرش منحسرة. طب النصيحة القوية جدا بقى اللي هتقولها في آخر دقيقة يعني نصيحة بقول إن حتى لو حد وقع في الإدمان، الإدمان النهاردة بقى له حل،